قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. شكرا يا إيد، تعبناك معانا. مفيش تعب ولا حاجة يا زرزور، أهم حاجة تكون أنتم مبسوطين. إحنا مبسوطين قوي، بس الحقيقة أنا زهقت، لأن مش واخد على حبسة، واخد على الحركة طول النهار. إن شاء الله ترجع تتحرك وبحرية كمان، بس ما نشوف هنعمل إيه في شلدم ده. المفروض اللي زي شلدم ده يدخل السجن وما يخرجش، عشان الناس تترحم منه. ومين سمعك؟ إن شاء الله يروح. طول ما أنا معاكم أنا هوديه في 60 داهية. المهم أنتم ما عندكوش لبس غير ده؟ ولا لبسنا غيرها من زمان. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أقول لكم أنا عندي لبس ليكم يعني حلو. لبس كمان؟ ده إيه الهنا اللي إحنا فيه ده؟ ربنا يعلم، أنا عايزكم تكونوا أحسن ناس في الدنيا. أنا حاسس إن حالنا هيبقى أحسن وأحسن من الأول. إن شاء الله. طيب أنا هسيبكم دلوقتي يعني عشان أروح أفطر جدي، وبالمرة وأنا جاي أجيب لكم الهدوم بتاعتكم. عايزين حاجة؟ لا شكرا. يلا سلام. شكرا يا عياد، إيه الهدوم الجميلة دي؟ الله، ده محدش هيعرفنا من هدومنا في البلد. المهم دلوقتي ان انا عرفت جدي انكم هنا، وايه بقى، انا هعلمكم القرايه وهعلمكم الحروف. القرايه مره واحده، من ما اعرفش الالف من قز الدره. خدوا التعليم واحده واحده، انا هشتري لكم كراريس واقلام وهجيب لكم اللي انتم عاوزينه. انا نفسي يبقى عندي قصص فيها صور حيوانات. اعتبرها جت عندك يا سيدي، وانا هاجي لكم ان شاء الله المره الجايه، وكمان يمكن يكون معايا عمرو بن عمي. انت بتثق فيه؟ اه طبعا، ده اقرب الناس ليا هنا في البلد. انت انسان جميل قوي يا عياد، نفسي اكون زيك. ان شاء الله تكون زيي يا عم زرزور، واحسن مني كمان. المهم انا هسيبكم دلوقتي بقى عشان اروح لجدي. يلا، عايزين حاجه؟ لا شكرا. سلام. نفسي اعرف ياد يا فايز العيال دي راحت فين. مش غير انهم راحوا اي بلد جنبنا يا كبير. انا شاك في الواد اياد، نسيري هعرف هو فين وهجيبه. بقول لك ايه، انا عايزك تنزل الشغل، بس المره دي تنزل عايزك اي حاجه تقابلك تجيبها، عشان احنا تعبانين عايزين نعوض الايام اللي فاتت دي. امرك يا معلم. عايز غلنا كتير، محفظه ماشي، فلوس ماشي، هدوم ماشي، اي حاجه اي حاجه يا فايز. اعتبره حصل يا معلم. حبيبي يا فايز، انت بتفكرني بنفسي وانا صغير، بس انا بداتها كنت بسرق السندوتشات من العيال في المدرسة، ولما كبرت شوية بقيت بخطف العيال نفسها. بسم الله ما شاء الله، الهدوم عليكم حلوة جدا. ايه ده؟ مين اللي رسم الرسمة دي؟ أنا اللي رسمها. طول عمره بيحب الرسم، وده اللي كان مجنن شلدم منه. عندك رسومات تانية؟ كتير، بس انا بحب ارسم بالقلم الرصاص. ده انت فنان كبير بقى بجد يا اياد. ايوه طبعا، انت ربنا رزقك بموهبه شلدم نفسه ما يعرفش قيمتها. انت لازم تنمي موهبتك. انميها ازاي؟ يعني العلم والدراسه، ومفروض يكون معاك علبه الوان ولوحات رسم. كمان ارسم بالالوان؟ ايوه طبعا، لازم ترسم وتعبر عن اللي جواك. انا شخصيا كنت محتاج لبابا الفتره دي يعني، بس الحمد لله ربنا معانا. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.